إنكلاين بالامتحان صحيح جيد أحسن. مين اللي حكى إنكلاين بالامتحان؟ هلا هذه الداتا شيت طبعا انتم مش قارئين مش راح تقدر تقراوا شيء هلا بس لانه صغير هلا بكبره، بس هاي هي الداتا شيت تبعت المحركات اللي كنا نطلع عليهم المره الماضيه. بتتذكروا طلعنا على اس ام 1010 اظن مضبوط، مش اخر اخترنا اس ام 1010. 1010 كان المحرك اللي احنا استقرينا عليه، واحنا لما حسب عملنا الحسابات طلعنا بالنهار انه بدنا تور حتى يطلع لي يمشيني بهاي بالمواصفات هاي 5.3. اللي نسيناه انه هو معطيني overall system efficiency. هلا اللي بالدرايفز جماعه الدرايفز احنا كنا نحكي عن جير بوكس efficiency، خلوها عجله مضبوطه ما فيش فيها مشكله، بس هون عم نحكي عن overall system efficiency. فهو معطيني overall system efficiency 80%. اذا هل المحرك بدي اياه تكون التورك تبعه اصغر من هذا الرقم ولا اكبر؟ اكبر. واضح ليش اكبر، مش هيك بقسم على 0.8. اذا تي دي ريكوايرد اللي بدي اياها من المحرك اقسموا لي 5.38 على 0.8 قديش تطلع 6. السرعة الخطية بدها تكون 1 متر بير سكند، بس انا بدي اطلع السرعة الدورانية مزبوط؟ احنا حكينا الهولدينج مش شرط، يعني ممكن يكون في عندي مشكلة تحت الانفلوب. صحيح، بدنا نطلع تحت الانفلوب، لان عشان هيك جبنا احنا الداتا شيت وسبيد توركر. اذا هلا 1 متر بير سكند، لما هلا 1 متر بير سكند بدي احولها لاوميجا على اللو سبيد شافت، قديش بتصير اوميجا على اللو سبيد شافت؟ بتصير عندي 1 على 0.1. الكل فاهم ليش بقسم على الراديوس؟ اذا نسيت تذكر انه هاي وحدتها ايش في؟ في ايش وحدتها؟ متر 1 متر بير سكند. وايش وحدة الراديوس؟ متر. حتى الغي المتر المتر وتصير عندي راديانس بير سكند، بدي اقسمهم مزبوط؟ اذا بدك هاي احد الطرق تتذكر. 1 على 0.1 اعطتني 10 راديان بير سكند، بس هذا اللو سبيد شافت، الهاي سبيد شافت باي ديفينيشن شو بده يكون؟ اعلى مش هيك؟ فبدي اضرب في ار جي، فبتصير عندي اوميجا هاي سبيد شافت شو بتساوي؟ بتساوي 20 راديان بير سكند. اوكي، بس هذا ما بعطيني بالسز بير سكند، هذا بعطيني راديانس بير سكند، مش هيك؟ بدي احولها لبالسز بير سكند، شو بدي اعمل؟ تمام. اذا احنا عندنا هلا 200 20 راديانس بير سكند، بدي احولهم لريفولوشنز بير سكند اول شيء. مضبوط. كيف بحول من راديانس لريفولوشن؟ الريفولوشن كم راديان؟ 2 باي. 2 باي مش هيك؟ فحتى احول هذه بتصير عندي اذا بدي احولها ل ان هاي سبيد شافت، بس وحدتها طبعا هون ريفولوشنز بير سكند مش ريفولوشنز بير مينيت، بتساوي عندي 20 على 2 باي مزبوط، 20 على 2 باي بتعطيني 10 على باي مزبوط، اللي هي تقريبا قديش؟ 3. اقسم لنا اياها نشوف. هذه طبعا هاي ريفولوشنز بير سكند قديش؟ 3.18. اوكي ماشي. اذا انا في الثاني راح الف ثلاث لفات، حتى الففه ثلاث لفات كم بلس بدي اعطيه؟ انا عندي كل ريفولوشن منها 200 مش هيك؟ اذا عندي البلسز بير سكند شو بتساوي؟ 200 في 3 600، اضربوا 200 في 3.18 636. مضبوط 636. 3 في 2 6 و18 في 2 36 مضبوط. Pulses per second. اوكي؟ واظن انا الاكسس لما اطلعت عليه كان هذا revolutions per minute اظن، او revolutions per minute. فاحتياطا انا مش متذكر الاكسس بالضبط، خلينا كمان نطلعها ان revolutions per minute. revolutions per minute وين انا عندي؟ كان عندي revolutions per second هيها مش هيك؟ فبدي اضرب هاي في 60، 3 في 60 180 18 قديش؟ 190 190.8 RPM. اذا احنا هي وين البير هلا؟ البوينت معبر عنها ببير اوف، ايش هم البير اوف ريدنجز؟ التورك والسبيد. بعرفش الاكسس اظن يا اما بلسز بير سكند يا اما ار بي ام، هلا بنشوف. هاي النقطة وين لازم تكون؟ داخل الانفلوب مضبوط؟ خلينا نطلع على الماتورات هلا اللي متوفر عندي. يعني هون بطلنا احكي عن هولدنج تورك، عم بحكي الان عن سبيد تورك.
هلا اذا نطلع خلينا نطلع وجه هذول المحركات الصغيره ما اظنش يكونوا مناسبين بس خلينا نطلع عليهم حتى نكمل الاكسرسايز بشكل صحيح. هلا اطلعوا على هذا RPM. هذا هون هاي RPM. اذا ايش الرقم اللي بدنا اياه RPM من هناك على 190 على 190 هذا طبعا محطوط حاطينه كمان بالاونس انشز. ليش حاطه بالاونس انشز؟ طيب اوكي شوفوا انا ايش راح اعمل عشان ما ادخلش بالهذا. في عندي هون هي كابل اوف ريدنجز محولين في تورك محطوط هون بالنيوتن متر وحط محطوط بالاونس انش عشان ما نقعدش هلا بشكل طويل نحول. فعندي اسم لي 38 على 0.3 بالله يا سيف 22.6. اذا التحويل من اونس انش لنيوتن متر قديش؟ هذا الرقم على هذا الرقم اللي هو وين كان الرقمين 38 على 0.3 126.6 0.6 هذا العامل معامل التحويل من نيوتن مترز لاونس انش. فبدي اقسم الاونس انش على هذا الرقم مش هيك حتى يعطيني نيوتن متر. اذا خلينا نشوف نقسم هلا او نضرب الرقم اللي احنا بدنا اياه اللي هو قديش نيوتن مترز كان 6.72. اضرب 6.72 في 126.7 151.4. اذا احنا بدنا بالاونس انشز بدنا 851.4 اونس انش. خلينا نطلع اذا هلا على الكيرز. طبعا واضح ان هذول اقل بكثير. هذا 5 هذا 40 هذا 70 هذا هون عندي 160 90 هذول كلهم ابعاد. بعدين عندنا لو جينا على هذول هلا الماتورات الاكبر عندي هون هي 450 قديش الرقم كان عندنا 800 واضح ان هذول ما بنفعوش التنين اللي فوق ما بنفعوش. ضل عندي اخر واحد اللي احنا فعلا اخترناه امبارح مش هيك او اول امبارح بالضبط 1010 اوكي. هلا خلينا نطلع انه السرعه صحيحه كمان 851. هلا اذا بنطلع هون وين عندي 800 850 مش هيك احنا بنقول هي عندي 800 وهي 1000 تمام هي 900 تقريبا هي 800 هاي السرعة هون قديش هاي تقريبا السرعة؟ تقريبا تقديرا هاي 500 RPM. انا قديش بدي؟ 190. فاحنا تقريبا هاي النقطة تبعتنا يعني حوالي 200 اذا بنقول 200 هاي النقطة تبعتنا. فاحنا داخل الانفلوب اوكي. اذا هذا صحيح بده يعطيني هلا هو يعني احنا اشتغلنا على الهولدنج تورك مش ابعاد كثير لانه سرعتنا قليله. هلا لو كانت سرعتنا عمال مش طلع سرعات عاليه من هون كانت طلعنا برا. يعني لو كانت السرعه اللي بدي اياها هون مثلا راح يطلع هذا عندي برا ما راح ينفع. اوكي ماشي واضح لكل اللي عارفين شو عملنا. نعم البلس بير سكند جيفن ولا احنا وجدنا؟ لا البلس بير سكند احنا طلعناها من طلعنا من في حولناها لاوميجا مش هيك. هلا لازم استعمل ال 1.8 ستيبنج انجل. طبعا هاي فول ستيبنج 1.8 على فول ستيبنج. هي اذا عدد البلسز اللي بدي اعطيه هلا احنا ما استعملناش هون عدد البلسز لانه هو الداتا شيت معطيني اياها مش بالبلسز بير سكند. بس في بعض داتا شيتس بتيجي هذا الاكسس بكون بلسز بير سكند فلازم تحتاج. فاحنا ما احتجناها اصلا لانه يعني ما احتجنا نعرف ال 1.8 لاني خلص حولت انا للريفولوشنز بير مينيت. كيف بتحول من ريفولوشنز من لينير سبيد لريفولوشنز بير مينيت على الهاي سبيد شافت؟ اول شيء قسمنا هون على الراديوس تبع البولي فتحولت هاي لراديانس بير سكند على اللو سبيد شافت. بعدين حولنا من اللو سبيد شافت للهاي سبيد شافت مش هيك؟ ضربنا في ار جي من اسمه هو هاي سبيد شافت. اذا انا بحول من لو سبيد لهاي سبيد من اسمه اذا بضرب فيه ار جي فراحت من 10 ل 20 لانه الريدكشن ريشو كانت عندي 20. هلا اذا صار عندك هاي راديانس بير سكند بدك بس تحولها ل ار بي ام. حتتحولها ل ار بي ام حتتحول لمن اذا بتضرب في 60 حتتحول للريفولوشن بتقسم على 2 باي فبتضرب في 60 على 2 باي. دائما تذكروا يا بضرب في 60 على 2 باي يا بقسم على 60 وبضرب في 2 باي حسب التحويل ماشي. الكل فاهم 2 باي من وين اجت؟ ايش وحدة 2 باي؟ لا وحدة 2 باي راديانس بير لا راديانس بير ريفولوشن. وايش وحدة ال 60؟ سكندز بير مينيت. دائما ضلك اشتغل على الوحدات عشان تعرف حالك ما تلخبط. فكر كل كونستنت له وحده. اذا ضربت في كونستنت او قسمت على كونستنت له وحده فهدول لما بتعودهم هون بيطلع معي هاي ار بي ام. فلاحظ احنا ما احتجنا البلسز بير سكند بس لو كان الاكسس هون بلسز بير سكند كان ما كنت اقدر اكمل بدون ما اعرف الستيبنج انجل تبعت المحرك اللي هي 1.8.
هاي طبعا 1.8 على فول ستيبنج، على هاف ستيبنج بتصير 0.9 وهكذا. وحتى سبيد توركير ممكن شوي يتغير شكله اذا افترضت انه عندي فول ستيبنج او هاف ستيبنج، يعني لو بده يكون سبيد توركير صحيح 100% لازم تكون محطوطه هاي التفاصيل.